هنا يوم بس ينتقل سبعه شتي هنا الشارع سبع فيضانه الشركه الصينيه ورئيس دائره المهندس المقيم انا واقف وياه هناك يم القنطره يومين اتوسل بيه بس يدليني بالمنهولات ما يدليني تعاركت وياه سيد حسن سيد خليني اكمل وسيف وتجاوزت عليهم خلال دقيقتين فتحوا لي المنهولات صح ابو امير لو لا استاذ بس اسال جامع الشارع الدكتور ابا عندك مشكله بيه اي عندي مشكله ما عندك مشكله عندي مشكله تفضل هسه تخابر تسوي كتاب يتغير المهندس المقيم نجيب مهندس من عندنا وتشكل لجنه تحقيقيه على المهندسين على المقاولين الثانويين وعلى اللجنه على الشركه الصينيه واذا ماكو جديه يوم 15 اذا ما انفتحت ما كمل المحطات مالته وما كمل الاجراءات اللي هو اللي وعدنا بها احنا نروح ننهي عقد نحكي ويا الوزاره نروح انا خابر تسري نعم ونروح واحنا نكمل نقدر نكمل احنا بالاموال الموجوده نعم بس دكتور سيد خلفي دكتور ويعلن مره ثانيه نعم. اعاده اعلام بالاعمال غير منفذه ويتنفذ ما كنا نقدر احنا ذا بست اشهر ثلاث اشهر نقدر نخلصه شركه جيده دكتور عده فقرات سيد بس عده فقرات متاحه خاصه حي الزهور الكل عندك الشبكات مال الامطار ومال الثقيله عندك الخطوط الناقله اما 500 متر شو الشكل من مئات الكيلومترات بالمدينه هذا موضوع الموضوع الثاني سيد عندك شركتين واحده من الشركات متلكئه سبق وان طلبنا استبعادها قبل شهرين واكدنا ما استبعدتوها لان عندكم متعلقات وياها احنا بشركه واحده ما نقدر نريد عده شركات سعوفنا من هذا الحكي حيل لجنه تحقيقيه واذا بي تقصير للنزاهه مباشره ما بي مجال هذا كله حكي كافي لا تحكي